قامت اليوم جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني بمبادرة لتوزيع الأقنعة الواقية مجانا في سوق مارشي 12 بالعاصمة الجزائر، وهذا في إطار حملة التوعية ضد فيروس كورونا. ميكروفون سلمى بعيوت. في إطار الحملة التي أطلقتها جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، هذه الحملة الثانية بعد حملة الشفاء، هذه حملة الحياة. أطلقناها على محاور ثلاث. المحور الأول هو شراء أجهزة التنفس التي في الطريق للجزائر وتوزيع مليون كمامة على مستوى الوطن، وأيضا إطلاق الحملة لتوعية الناس حول أهمية اللقاح. فاليوم نحن في الدائرة الحضرية الثالثة لوساندي، يعني خدمنا سيدي محمد باب الواد، اليوم لوساندي، وغدا إن شاء الله دوائر أخرى. هذه رسالة بقدر ما هي توزيع للكمامات، بقدر هي توعية للناس بخطورة الوضع. اليوم الجزائر تمر بوضع خطير جدا جدا، وهذا ليس تصريح رئيس جمعية وإنما تصريح تاع مؤسسات رسمية قائمة على هذه المنظومة الصحية، بأن الناس اليوم لا حل لهم إلا الوقاية. هذه مبادرة مليحة على كل حال، مش حاجة برك لابافات انسيفيزون، لابافات ما تنقدكش، واش نقدك نقي دارك، نقي حومتك، نقي العمارة تاعك.